السلام عليكم كيفكم يا سابع خلينا اليوم نبلش درس جديد جمع الأعداد النسبية وطرحها قبل كل إشي خلينا نتذكر القواعد العامة للجمع والطرح عند جمع أو طرح عددين متشابهين بالإشارة نجمع والإشارة موجبة يعني جمعت عددين موجبين بجمع والإشارة موجبة جمعت عددين سالبين بجمع والإشارة سالبة عند جمع أو طرح عددين هلا مختلفين بالإشارة واحد موجب وواحد سالب نأخذ إشارة العدد الأكبر ثم نطرح طيب خلينا نشوف كمان ملاحظة عند جمع أو طرح أعداد عشرية يتم ترتيب الأعداد تحت بعضها البعض الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح الفاصلة العشرية تحت الفاصلة العشرية جزء من عشرة تحت جزء من عشرة وهكذا وتتم عملية الجمع أو الطرح من جهة اليمين بالنسبة لمثال واحد صفحة خمسة وعشرين أول مثال جد ناتج كل مما يلي سالب أربعة من عشرة زائد واحد صحيح واثنين من عشرة الأربعة من عشرة إشارتها سالبة الواحد صحيح واثنين من عشرة إشارتها موجبة تمام عندي عددين مختلفين بالإشارة إذا بدي أخذ إشارة العدد الكبير وأطرح طيب العدد الكبير من هو طبعا هون عندي واحد صحيح هون صفر صحيح إذا مين الكبير الواحد صحيح إشارته موجبة إذا إشارة الناتج راح تكون موجبة وبطرح الكبير ناقص الصغير يعني على جنب واحد صحيح واثنين من عشرة بدي أشيل منها أربعة من عشرة رتبت جزء صحيح تحت جزء صحيح الفاصلة تحت الفاصلة جزء من عشرة تحت جزء من عشرة ببلش أطرح من جهة اليمين اثنين ناقص أربعة لا يجوز الواحد لا تستلف الواحد بتصير صفر الاثنين بتصير اتناش اتناش ناقص أربعة ثمانية الفاصلة بتنزل مكانها وصفر ناقص صفر صفر إذا الناتج موجب ثمانية من عشرة طيب كمان ملاحظة قبل الفرع الثاني من المثال عند جمع أو طرح كسور الأصل أن يتم توحيد المقامات ثم إجراء عملية الجمع أو الطرح طبعا بجمع أو بطرح البسط مع البسط والمقام بضل زي ما هو طيب عندي هون سالب خمسة على ثمانية زائد سالب ثلاث على ثمانية طبعا إشارة الزائد هاي اللي بالنص ما تخربطكم حكينا لما تيجي إشارة زائد بعدها ناقص إشارة الطرح دائما اقوى زي كانه الاشاره الموجبه يعني مش موجوده هلا عندي عددين مو... عددين سالبين متشابهين بالاشاره شو بعمل لما يكون عندي عددين متشابهين بالاشاره بجمع الاشاره نفسها يعني اذا جمعت عددين موجبين بجمع الاشاره موجبه اذا جمعت عددين سالبين بجمع الاشاره سالبه عددين سالبين بدي اجمع الاشاره سالبه طيب عشان اطرح او اجمع كسور لازم المقامات تكون موحده موحده وجاهزه فايش بعمل بجمع خمسة زائد ثلاثة ثمانية على نفس المقام ثمانية واي عدد على نفسه شو بعطيني واحد مع الإشارة بضلها زي ما هي اللي هي سالب واحد طيب مثال اثنين أجد ناتج كل مما يأتي سالب واحد صحيح سالب واحد على ثلاث زائد واحد على أربعة طبعا عندي كسرين وشرتين مختلفتين الواحد على ثلاث إشارته سالبة والواحد على أربعة إشارته موجبة لازم إيش أعمل أوحد مقامات التلات ضرب بضربها في أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة والأربعة بضربها في تلات بصير عند الكسور الجديدة سالب واحد في أربعة تصير سالب أربعة على تلات في أربعة اتناش زائد واحد في تلات تلات على أربعة في تلات اتناش يساوي طبعا وحدت مقامات هل عندي إشارات مختلفة مين المقام الأكبر التلات ولا الأربعة الأربعة شو أشارتها سالب مش حكينا إذا جمعت أو طرحت عددين مختلفين بالإشارة باخد إشارة الكبير وبطرح إشارة الكبير إيش هي سالبة إذا الناتج رح يكون سالب وبطرح أربعة ناقص ثلاث واحد على نفس المقام سالب واحد على اتناش طيب فرع الثاني من مثال اتنين سالب واحد على اتنين ناقص واحد على تمانية الأصل أول إشي إني أعمل توحيد مقامات لو ضربت هاي في أربعة بتصير تمانية خلاص ما في داعي إني أشتغل في هاي بتصير سالب أربعة على تمانية ناقص واحد على تمانية ويساوي بدي أجمع عددين سالبين إذا بجمعوا الإشارة سالبة بجمع البسط مع البسط أربعة زائد واحد خمسة على نفس المقام الفرع الثالث من مثال اثنين خمسة من عشرة زائد واحد على أربعة زائد سالب واحد على أربعة طيب إما بحول هاي لكسر بوحد مقامات أو هاي بحولها لكسر عشري يعني لو ضربت هاي في خمسة وعشرين ضرب خمسة وعشرين بصير عندي خمسة من عشرة زائد ناقص حكينا الإشارة السالبة والموجبة لما يجي ورا بعض السالبة أقوى زي كأنه يعني الموجبة هي إشارة جمع عملية جمع بس لأنه الإشارة السالبة أقوى من الموجبة يعني شلتها بتصير ناقص خمسة وعشرين على مية اللي هي خمسة من عشرة ناقص خمسة وعشرين من مية يساوي هيك بدي أطرح كسور عشرية طبعا إيه إشارة الناتج صفر صحيح صفر صحيح صفر صحيح خمسة من عشرة اثنين من عشرة إذا الخمسة أكبر إشارتها موجب إشارة الناتج موجبة هلا بدي أطرح على جنب خمسة من عشرة بدي أطرح منها خمسة وعشرين من مية تمام أهم إشي ترتيب يا سابع ال تحت الأحاد، الفاصلة تحت الفاصلة، جزء من عشرة تحت جزء من عشرة، جزء من مئة تحت جزء من مئة، طبعا هون ما عندي جزء من مئة تلقائي بكون إيش؟ صفر، ببلش أطرح أو أجمع من جهة اليمين صفر ناقص خمسة لا يجوز، الخمسة هاي بدها تصير أربعة، وصفر هاي بدها تصير عشرة، عشرة ناقص خمسة خمسة، أربعة ناقص اثنين اثنين. وصفر ناقص صفر صفر إذا يساوي خمسة وعشرين مية حكينا الناتج إشارته موجب نشوف أسئلة تتحقق من فهمي صفحة أربعة وعشرين نفس المطلوب بدي أوجد ناتج سالب اثنين على خمسة زائد سبعة على خمستاش الأصل في الكسور إني أوحد مقامات الخمسة لو ضربتها في ثلاث بتصير خمستاش ضرب ثلاث ضرب ثلاث خلص ما في داعي أشتغل بهذا الكسر بصير عندي سالب 2 فى 3 6 على 3 فى 5 خمسة 15 زائد 7 على 15 6 على 15 إشارتها سالبة و 7 على 15 إشارتها موجبة إذا اختلفت الإشارات بأخذ إشارة الكبير وبطرح طبعاً 7 أكبر من 6 إذا الكبير إشارته موجبة إذا الناتج إشارته موجبة خلاص ما في داعي نحط الإشارة الموجبة في الناتج وبطرح 7 ناقص 6 1 على 15 الفرع الثالث عندي عددين سالبين حكينا لما أجمع عددين متشابهين بالإشارة بجمعوا الإشارة نفسها يعني جمعت عددين موجبين بجمعوا الإشارة موجبة جمعت عددين سالبين بجمعوا الإشارة سالبة الأصل في في جمع وطرح الكسور إني أوحد مقامات ضرب اثنين ضرب اثنين ثلاثة في اثنين بتصير ستة ما في داعي أشتغل في هذا الكسر خلص المهم إنه يصيروا المقامين نفس الإشي بصير عندي سالب اتنين على ستة ناقص واحد على ستة يساوي بجمعوا الإشارة سالبة اتنين زائد واحد تلات على ستة، بدي أكتبه في أبسط صورة، طبعًا بسط المقام بقسمه على تلات يساوي واحد على اتنين، طبعًا الإشارة سالبة. الفرع الرابع. سالب اثنين على خمسة زائد سبعة على عشر لازم أوحد مقامات ضرب تلات ضرب تلات بصير سالب ستة على 15 زائد سبعة على 15. كأني مكرر هذا الفرع مرتين يلا مش مشكلة باخد إشارة الكبير وبطرح إشارة الكبير إيش موجبة وبطرح سبعة ناقص ستة واحد على 15 ملاحظة عند جمع أو طرح أعداد كسرية يتم جمع أو طرح الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح والكسر مع الكسر مع مراعاة توحيد المقامات والإشارات حكينا دايما لما أشتغل الكسور لازم أوحد مقامات في الجمع والطرح بس آه رح يختلف الإشي كمان شوي في الضرب والقسمة طيب خلينا نشوف فرع عندي هون عدد كسري واحد صحيح واحد على أربعة ناقص ثلاثة على أربعة كسر عادي إما بحول العدد الكسري لكسر عادي طبعا بعملية الدولاب بضرب وبجمع ضرب وجمع أربعة في واحد أربعة زائد واحد خمسة على أربعة المقام ضل زي هو ناقص ثلاثة على أربعة ويساوي بطرح البسط للبسط والمقام نفسه، خمسة ناقص تلات، اثنين على نفس المقام، اثنين على أربعة بدي أكتبه في أبسط صورة، طبعًا البسط والمقام ب- على اثنين على اثنين، بصير عندي الناتج واحد على اثنين، أتحقق من فهمي صفحة ستة وعشرين، نفس المطلوب بدي أوجد الناتج، عندي أعداد عشرية سالب تسعة من عشرة زائد اثنين صحيح وواحد من عشرة. طيب حكينا عنا عددين مختلفين بالإشارة باخد إشارة الكبير وبطرح مين الكبير؟ بقارن جزء صحيح مع جزء صحيح صفر اثنين الاثنين أكبر إيش إشارتها موجبة؟ إذا إشارة الناتج موجبة باخد إشارة الكبير وبطرح على جنب بدي أطرح اثنين صحيح واحد من عشرة بدي أطرح منها تسعة من عشرة ببلش أطرح من جهة اليمين واحد ناقص تسعة لا يجوز الاثنين هاي بتصير واحد والواحد هاي بدها تصير عشرة عشرة ناقص تسعة واحد الفاصلة العشرية بتنزل مكانها واحد ناقص صفر واحد إذا الناتج واحد صحيح واحد من عشرة طيب الفرع الخامس <applause> عندي سالب خمسة على تسعة زائد سالب واحد على تسعة حكينا الإشارة الموجبة هاي يعني الإشارة السالبة هاي اللي هون جنبها تلغي الموجبة السالبة أقوى من الموجبة زي كأنها مش موجودة عشان ما تتخربطوا والخمسة على تسعة إشارتها سالبة والواحد على تسعة إشارتها سالبة وعلى الجهتين كانت عملية جمع أو عملية طرح على الجهتين بسميها عملية جمع يا سابع لأنه بالأساس كل العمليات جمع بس لما تيجي إشارة الجمع بعدها طرح أو ناقص بتيجي إشارة السالب هاي بتكون أقوى من الموجب فبتلغيها زي كأنها مش موجودة، تمام؟ طيب، الأصل إني واحد مقامات جاهزين خلاص، إيش ما بيه منه هاد إشارته سالبة وهاد إشارته سالبة بجمع الإشارة سالبة، صار عندي الناتج سالب ستة على تسعة، بدي أبسطهم، طبعًا هاي بتقسم على ثلاث وهاي بتقسم على ثلاث، يساوي ستة تقسيم ثلاثة اثنين وتسعة تقسيم ثلاث ثلاث في أبسط صورة، والإشارة طبعًا سالبة. طيب اثنين صحيح واحد على سبعة ناقص خمسة على سبعة بدي أحول العدد الكسري لكسر بضرب وبجمع سبعة ضرب اثنين أربعة عشر وواحد خمسة عشر. على نفس المقام ناقص خمسة على سبعة يساوي بطرح البسط البسط والمقام بضل زي ما هو خمسة عشر ناقص خمسة على نفس المقام ملاحظة عند جمع أي عدد نسبي إلى معكوسه يكون الناتج صفر ويسمى كل منهما نظيرا جمعيا للآخر، خلينا نشوف مثال أربعة أجد ناتج كل مما يلي، إثنين صحيح وأربعة من عشرة ناقص اتناش على خمسة، بدي أحول الكسر لعدد عشري بالقسمة الطويلة، اتناش على خمسة، اتناش كم خمسة فيها إثنين؟ ضرب خمسة عشرة. بطرح والباقي اثنين طبعا الاثنين ما فيها ولا خمسة بحط فاصلة عشرية في الناتج وبزيد صفر العشرين كم خمسة فيها أربعة أربعة ضرب خمسة عشرين بطرح والباقي صفر إذا الناتج اثنين صحيح وأربعة من عشرة طبعا الإشارة سالبة هون عندي اثنين صحيح وأربعة من عشرة زائد ناقص اثنا عشر خمسة لما قسمتها قسم طويلة طلعت معي اثنين صحيح واربعة من عشرة طبعا عندي نفس العدد بس اشارته هون مرة موجبة مرة سالبة طبعا ايش بيكون معي الناتج صفر يعني اثنين اثنين صحيح واربعة من عشرة نظيرها الجمعي او معكوسها سالب اثنين صحيح واربعة من عشرة وسالب اثنين صحيح واربعة من عشرة معكوسها او نظيرها الجمعي اثنين صحيح واربعة من عشرة طيب فرع اثنين خمسة صحيح واحد على اثنين زائد ثلاثة صحيح واحد على اربعة زائد سالب احداش على اثنين <applause> خلينا كلهم نحولهم لأعداد عشرية هلا هي خمسة صحيح واحد على اثنين هي خمسة ونص زائد ثلاثة صحيح واحد على اربعة الاربعة لو ضربتها في خمسة وعشرين في خمسة وعشرين بصير عندي ثلاثة صحيح وخمسة وعشرين بالمية اللي هي خمسة وعشرين بالمية زائد سالب 11 على اتنين خلي مقامها عشره ضرب خمسه ضرب خمسه ايش بيصير عندي سالب خمسه وخمسين على عشره وتساوي خمسه صحيح وخمسه من عشره زائد ثلاثه صحيح وخمسه وعشرين بالميه زائد ناقص خمسة وخمسين على عشرة اللي هي نفسها خمسة صحيح وخمسة من عشرة بحط الفاصلة العشرية بعد منزلة واحدة يساوي طبعا عندي العدد ومعكوسه مرة موجب مرة سالب خلاص بصير صفر ايش بضل عندي الناتج ثلاثة صحيح وخمسة وعشرين من مية نشوف اسئلة تتحقق من فهمي صفحة ثمانية وعشرين حكينا ناتج جمع اي عدد مع معكوسه ايش بعطيني الناتج صفر فرع اربعة خلينا نحول ستة صحيح واحد على أربعة لعدد إلى كسر عشري ضرب خمسة وعشرين ضرب خمسة وعشرين عندي ستة صحيح وخمسة وعشرين على مية زائد ناقص خمسة صحيح واثنين من عشرة زائد سالب ستة صحيح وخمسة وعشرين من مية طبعا حول هاي العدد الكسري آه لعدد عشري بحط الفاصل بعد منزلتين إذا ستة صحيح وخمسة وعشرين ناقص خمسة صحيح واثنين من عشرة ناقص ستة صحيح وخمسة وعشرين طبعا هون عندي ستة صحيح وخمسة وعشرين من موجبة وهون سالبة بتصير صفر بضل عندي الناتج سالب خمسة صحيح واثنين من عشرة خلينا نشوف مثال خمسة قفز أيمن من ارتفاع 12 صحيح 3 من 10 متر فوق سطح البحر وعند ملامسة سطح الماء غاص للأسفل 2 صحيح و8 من 10 متر استخدم الأعداد النسبية لإيجاد الفرق بين موقع قفز أيمن والعمق الذي وصل إليه تحت سطح البحر خلينا نعرف أن سطح البحر بيكون عند خط الصفر هلأ هو قفز من ارتفاع 13 12 و3 من 10 ونزل تحت الماء 2 صحيح و8 من عشرة بحكي لي السؤال إيجاد الفرق كلمة فرق يعني إيه طرح هلا إيش بدي أعمل اللي هي 12 صحيح ثلاث من عشرة بما إنها كلمة فرق ناقص وهلا نزل تحت مستوى سطح البحر بما إنه نازل نزول إذا الإشارة برضو رح تكون سالب اثنين صحيح وثمانية من عشرة هلا لما تجتمع عندي إشارتين سالبتين ورا بعض بتصير الإشارة موجبة بدي أجمع اتناش صحيح وثلاثة من عشرة واثنين صحيح وثمانية من عشرة برتبهم تحت بعض ببلش أجمع من جهة اليمين ثلاثة زائد ثمانية احداش واحد وباليد واحد الفاصلة بتنزل تحت الفاصلة واحد واثنين ثلاثة واثنين خمسة والواحد بتنزل إذا الناتج خمستاش صحيح واحد من عشرة متر اتحقق من فهمي في احدى تجارب العلوم سكبت سمر 3 على 4 او 3 4 لتر من السائل في دورق زجاجي وبعد مرور 7 دقائق سكبت 6 لتر من الدورق نفسه فكم لتر نقص الدورق اول شيء الدورق كان في عدد صحيح اللي هو واحد صحيح نقص منه 3 على 4 بعدين رجع كمان مرة نقص منه واحد على ستة تمام هلا بدي أوحد مقامات الستة لو ضربتها في أربعة والأربعة في ستة أو ستة في اتنين اتناش أو أربعة في تلاتة اتناش هاي ضربتها في اتنين في اتنين هاي في تلاتة في تلاتة هون بصير عندي اه خلينا نحكي عن الواحد الواحد بما انه المقام بده يصير 12 اي عدد على نفسه بعطيني 1 بما انه المقام 12 بدي احطها 12 على 12 ناقص 9 على 12 ناقص 2 على 12 يساوي كمان مرة أول شيء هون وحدت مقامات بالكسور صار عندي المقام 12 الواحد صحيح بدي أعملها بسط على مقام أي عدد على نفسه بعطيني 1 ليش اخترت ال 12 على 12 لانه الكسر اللي جنبي مقامه 12 فخلص ما في داعي مثلا احط 1 على 1 وارجع واحد مقامات عطول على طول بطلع عن الكسر اللي جنبي وبحط بسطه مقامه نفس العدد هلا بطرح البسط من البسط والمقام بضل زي ما هو 12 ناقص 9 3 ناقص 2 1 على 12 لتر اذا نضل في الدورق 1 على 12 من اللتر ويعطيكم العافية